اذا نبداو بوصفه اثر الحبوب. اذا اثر الحبوب غادي نستعملوا الوصفه ديال الخرقوم بلدي اللي كناخذوا فيه معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، 3 المعالق كبار ديال العسل الحر. ما كانش عندنا العسل الحر نديروا 4 المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي، ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو. اذا نعاودوا الوصفه. نعم، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مع 3 المعالق كبار ديال العسل الحر ولا 4 المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي. اذا عسل حر او ياغورت طبيعي، 4 المعالق كبار ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو. كنخلطوا هذا الخليط هذا مزيان، كنديروه ماسك على البشره ديالنا، كنخليوه مده ديال 3 ساعات، من بعد كنغسلوه. العمليه كنديروها 2 مرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور. 3 شهور. نعم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.